مساء الخير واهلا بحضراتكم حلقه جديده من حلقات دوز بنزين النهارده عندنا تجربه عربيه من الحاجات الحلوه واحده من العربيات اللي رحنا لسويسرا عشان نجربها وتحديدا تجربتنا النهارده لعربيه مش كل الناس هتبقى يعني في امكانياتها هذه العربيه ولا احنا كمان لكن مهم ان احنا نكون ونجرب كل العربيات النهارده بنجرب بنتلي كونتيننتال جي تي الجيل الرابع جيل مختلف تماما هتتفرج على رفاهيه وتتفرج على جوده المصنع وتتفرج على مستوى من التكنولوجي اللي ان شاء الله تعجب حضراتكم خصوصا ان احنا النهارده هنطير على سويسرا ونكون موجودين في بلد من البلاد الجميله. وبما اني ذكرت المعلومه دي واحنا هناك احنا رحنا بلد بعيد عن زيورخ تقريبا ساعتين او ساعه ونص. بلد صغيره جدا وخلينا نقول مش بلد هي قريه فيها مطعم او ثلاث مطاعم بالظبط وسوبر ماركت واحد واوتيلين كبار جدا واوتيلين صغيرين جدا ودار مسنين ومستشفى صغيره بس. الاوتيلين الكبار من اكبر الاوتيلات اللي موجوده في المنطقه واوتيلات خمس نجوم يمتلكها احد رجال الاعمال المصريين ودي معلومه عرفتها لما وصلت هناك. الحاجة الثانية ان المدينة الصغيرة او القرية الصغيرة اللي احنا موجودة فيه كنا قاعدين فيها دي كل الاحداث اللي بتتم فيها هي حاجتين جنبها جبل طبعا كبير جدا، الجبل ده في الشتاء الناس بتيجي تتزحلق على التلج، في الصيف الناس بتيجي تتسلق هذا الجبل المشي. رياضة المشي وان انت تطلع الجبال والمرتفعات في الاجواء المختلفة سواء حر او شتاء خفيف مش تلج يعني دي موجوده جدا والهايكنج دي من الحاجات اللي ليها جمهور وليها ممارسين لهذه الرياضه بشكل كبير قوي. في مره من المرات قلت عايز اجرب موضوع الهايكنج ده ونطلع تلبس لبس كده الصحراء بتاعنا اللطيف وحذاء مخصص كده عشان تحافظ على رجليك وانت ماشي وتبدا تطلع الجبل ومعاك ميتك ومعاك اكلك. الموضوع مش سهل لكن محتاج مجهود. الفكره بقى إن يعني في ناس بتسافر عشان تعمل الكلام ده. وكان سؤالي وأنا موجود في القرية الصغيرة دي يعني هو هو ده بس البلد شغالة عليه؟ آه المحلات حتى هما أربع أو خمس محلات الموجودين آه كل اللبس لبس يا إما بتاع تلج كامل أو لبس بتاع هايكنج بتاع المشي الحاجات اللي بتسند بيها وأنت ماشي. آه بلد جميلة تحس إن أنت فاتح وول بيبر بتتفرج على صورة جرافيك مش حاجة. سبحان الله يعني سويسرا من البلاد اللي الطبيعة فيها سبحان الله بجد يعني خلابة بجد خلابة قبل ما هنروح عندي شوية كلام عايز أتكلم عليه بصراحة النهاردة ويمكن المصنع الصيني آه الفترة دي زي ما قلنا كل شوية عندنا عربات جديدة كل شوية عندنا موديلات جديدة بيتم الكشف عنها الأسبوع ده وتحديدا بكرة عندنا عربية جديدة هيتم الكشف عنها من بايك آه واحده من فئات جديده هنبدا نشوفها. المصنع الصيني بدا يغير نفسه تماما ويمكن في الحلقات اللي جايه حضراتكم هتشوفوا زيارتنا لمعرض باريس الدولي. وتغطيه خاصه هتكون موجوده الحلقات اللي جايه ويمكن المفاجاه كانت بالنسبه لي المصنع الصيني اللي موجود في معرض باريس. الشركات الاوروبيه ما كانتش كتير قوي اللي كانت موجوده طبعا جناح رينو كان من اكبر الاجنحه اللي موجوده في المعرض بعدد عربات كتير جدا سواء الكونسبت او العربات الجديده او العربيات اللي تم الكشف عنها قبل كده البين اللي كان موجودين بفريق اللي هم طبعا تابعين لفريق الفورمولا 1 وكانوا تحت علامه رينو خرجوا خرجوا البين بقت آآ آآ شركه مش منفصله لكن علامه ده فيها مستوى من العربيات الرياضية المختلفة وبقينا نقول أن عربات رينو الألبين هي النسخة الرياضية من عربات رينو كمان آه بيجو كانوا موجودين بحجم كبير جدا و وستروان آه كانوا موجودين بالعربية الجديدة والكونسب بتاع السي فايف الإير كروس ومجموعة من عربياتهم اللي هيتم الكشف عنها خلال الفترات اللي جايه. فالمصنع الفرنسي كان موجود بشكل قوي قوي داخل المعرض. لكن المفاجأة المصنع الصيني مش ممكن يا جماعة كم العربات الصينية اللي كانت موجودة في المعرض و... وبيتم الإعلان عنها بي واي دي اه اه يعني بتغزو أوروبا. بتغزو أوروبا. لما تلاقي معرض لسيارات بي واي دي في الشانزليزيه على الشارع نصية شارع ومعرض شوروم عملاق بكل عربياته آه، لينكين كو ويمكن لينكين كو من الشركات الصينية اللي تحت علامة آه جيلي وعلى مدار الفترة اللي جاية هيبقى فيه الاطلاق الرسمي لعربيات لينكين كوف مصر اللي انضمت الى مجموعة عز العرب بقى الوكيل للينكين كوف مصر زيكر اللي خلال الفترة اللي جاية جاية الى السوق المصري مع وكيل قوي جدا أي وهو وكيل رينو وكية وبايك انضمت ليهم علامة زيكر طب يا تامر هو انت شايف العربات ايه قصه في العربات الصيني الفتره الجايه العربات الصيني اللي جايه كلها كلها الفئات البريميوم يعني العربات الصيني اللي جايه والعلامات اللي جايه اغلبيتها كلها من العربات العاليه الجوده اللي بتتباع في اوروبا ركز معايا في الحته دي قوي ليه لان اوروبا حطت معايير للعربات دي عشان تدخل والمصنع الصيني قال له انت عايز ايه مواصفات امان اوروبي اتفضل بروتوكول اوروبي اتفضل فدخلت العربات دي. بس المشكله ان العربات غالية سعر العربية دي في اوروبا غالي مش بنفس سعر العربية الاوروبي بس قريبة بس حاطط له اوبشن وحاطط له حاجات كتير قوي طب السوق الاوروبي بيبص عليهم اه دي كانت المفاجأة بالنسبة لي وانا في معرض باريس ان الناس بتتفرج وعارفه العربيات وحضراتكم هتشوفوا انا مصور لكم ده زي ما انتم متعودين واحنا بصور بالكاميرا معايا كده وانتم موجودين معايا هتتفرج على اقبال الجماهيري او تحديدا الاقبال الفرنسي خلي بالك السوق الفرنسي ده سوق مختلف انا حضرت المعرض في اليوم الاول اليوم المخصص الى الاعلام والصحافه العالميه فقط وحضرت ثالث ورابع يوم بتاع الجمهور ويك إند فاللي جاي كله جمهور فرنسي. مش ممكن. بيتفرج على العربيات وعارف الموديلات ومهتم وبيكتب وبيقارن بينه وبين المصنعين الأوروبيين. دي علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي. لأن الزبون الأوروبي ده والفرنسي ده بيطلب معايير مختلفة فلما يوصل إن العربيات دي تبقى قدامه بهذا الشكل وتبقى بالقدره على المنافسه ده في حد ذاته علامه قويه قوي. لسوقنا انا بقول لك عندنا شويه عربيات طالعه اليومين الجايين كويسه جدا. عندك بايك عندها عربيه بكره هيتم الكشف عنها وحضراتكم هتتابعوا معانا على الصفحه بتاعتنا. عندنا علامتين جداد لينكن كو جايه، زيكر جايه وفي علامتين جداد تم دخولهم ايضا مع وكلاء جدد الى السوق المصري. عندنا جي تور التي تو, واحده من العربيات اللي جايه الفتره اللي جايه برضه هيتم الكشف عنها تقريبا في شهر 11 اي نعم بمحرك صغير شويه لان المحرك اللي انتشر في الخليج هو المحرك ال 2000 سي سي لكن المحرك اللي جاي عشان السعر فاضطروا انهم يروحوا الى محرك صغير شويه هنشوف الباكج اللي موجوده ومن وجهه نظري من وجهه نظري آه, الفتره دي هتتفرج على عربيات ومنافسه بين المصنعين الصينيين او تحديدا الوكلاء للعلامات الصينيه اللي بقت موجوده عندنا في مصر منافسه شرسه. لان كلها عربيات مش وحشه. خلاص بقى احنا طلعنا من ليفل اللي كنا بنقول السعر لا العربيه بتنافس المصنع الاوروبي. قربت بنسبه كبيره جدا. خامات كواليتي حاجات كتير. السعر هو اللي هيفرق. وهو ده اللي كنت دايما بقوله للمصنع الصيني لما كنا في الصين ويمكن قابلت شركات صينيه كتير اقف معانا لو انت عايز ان العربيه دي تمشي في السوق زي السوق عندنا اديني فرق سعر انت مسعر عربيتك غاليه فلما عم توصل لي هنا بتبقى غاليه هفضل برضو اقول لا لازم مش تقليلا من من امكانيه العربيه بالعكس لكن مازال زي بالظبط المصنع الكوري اول ما ابتدى افتكر معايا كده لما الهيونداي الاكسل والاكسنت نزلوا السوق المصري كانت العربيه الاكسل بتتباع سنه 97 ب الف ونص وال1500 ب 42 ونص كان قدامها الاوبل فيكترا بستينات وحاجه وسبعينات فبص كان في فرق والهوندات هوندا سيفك كانت في الوقت ده في الخمسينات 61 حاجه كده ارقام طبعا أه ارقام ارقام اه يعني النهارده سعر العربيات سعر الدولار هو اللي فارق معانا طبعا يعني اتمنى ان انا بحلم ان ان سعر الدولار نزل عشان نتفرج على عربيات باسعار مختلفه المهم فالمصنع المصنع الصيني وكانت العربيات في الوقت ده مش مش قليله بالعكس كانت نازله بقى بالتكييف والازاز الكهرباء وكان اللي بيشتري هونداي اكسل محدش عارف يتكلمه كان عندك واحده 1300 واحده 1500 الجي ال والجي ال اس قدام مين بقى كان في الوقت ده خلي بالك كان هيونداي كان عندها عربيه اسمها هيونداي بوني او بوني تحديدا كانت موجوده من الثمانينات ما كانتش بتيجي عندنا لما قرروا ينزلوا بالاكسل غيروا بشكلها شويه وراحوا كاتبينها الاكسل وبدات تنزل في الوقت ده كان المسيطر الاوبل فيكترا والهوندا والهوندا سيفيك حدش كان يقدر بقى هوندا ومتسوبيشي كان اللي بيجي من والتيوتات مش عايز انسى بقى ده في عربات كتير كانت موجوده بس الياباني كان قوي قوي المصنع الياباني كان في الوقت اواخر التسعينات واوائل الالفينات قوي ونيسان طبعا في حاجات كتير انا ما اقدرش اقول اه علامه ولا علامتين بس في الوقت ده كانت المنافسه اه كبيره فلما دخل المصنع الكوري ساب في السعر ساب في السعر شويه لحد ما بدا يوري شغله هو ده اللي, اللي نفسي في المصنع الصيني دلوقتي انه بي هو حاطط عربيته غالية انا عارف الخامات غالية وكده بس في نفس الوقت انت بتصنع كل حاجة في ايدك انك تقلل يقول لك لا اصل انا بوزيشننج العربية يا سيدي في اسواق لو رحت بيها شوية انك سبت سعر العربية اقل وبقى في فرق بينك وبين العربيات الاوروبي و او غير الاوروبي كبير شوية مع التكنولوجي الحلوة والخامات الحلوة اللي انت عايز هت... ناس كتير هتروح لها يعني مش هيبقى بايه بي بي بيقارن المقارنه اتحسمت اتحسمت من وجهه نظري كراجل يعني بيشتغل في سوق العربيات داخل على 20 سنه اهو دلوقتي ففي نفس الوقت انت محتاج على قد ما تقدر كمصنع صيني قرب للعميل قرب اكتر السعر هو بيفرق وخلي بالك السعر ده مش عندنا بس ده في كل الاسواق خليجي كمان الى حد ما بعض بعض الشركات الصينية في الخليج لعبت اللعبه دي راح نازل بالسعر مقارنه لان قدامه بقى الوحوش كلهم موجودين بكل حاجه يمكن انت عندك هنا في غياب من علامات يابانيه كتير يعني في عربات كتير ما ما بقى انا كتير مش عارفين نسمع عنها حاجه زي هوندا مثلا علامه هوندا فين تويوتا ما بتسمعش حاجه غير عن الكورولا وما ما بتسمع عنها على الورق النهارده لو جيت تنزل تدور على تويوتا كورولا على الورق فقط انت شايف على الورق اه في عربيه فورشنر ورق لكن هل العربيه متاحه للاسف لما تيجي تكلم الشركه مع سعر بعيد جدا من وجهه نظري على الباكج اللي موجوده فيها من وجهه نظري افضل افضل المصنعين اليابانيين حاليا في السوق بتاعنا نيسان ونيسان يا جماعه عامله مجهود قوي 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 في افريقيا انت عندك مصنع في مصر وعندك مصنع في جنوب افريقيا نيسان ماسكه افريقيا من شمال افريقيا وجنوب افريقيا عندك هنا بتصنع وفي خطه للتصنيع قويه جايه وافريقيا بيصنع عربيه من عربات النيفارا واحده من العربات المهمه اللي بتغطي السوق ده كله بتاع افريقيا ف نيسان على مدار السنين اللي فاتت انا من وجهه نظري هو المصنع الياباني اللي مسيطر بشكل كبير جدا على افريقيا كمان خصوصا مع غياب معظم العلامات اليابانيه الثانيه اللي موجوده وهو قادر يواكب خصوصا بالتكنولوجي بتاعت الاي باور e ويمكن في الحلقه اللي جايه حضراتكم هتشوفوا قد ايه نيسان المجهود اللي بذلته والتكنولوجي والتطور اللي عملوه في نظام الاي باور e اللي ناقلينه في الفورمولا اي e. دايما كنا بنشوف العكس شركات العربات دايما بتشتغل على رياضة السيارات وتنقلوا للعربيات هم شغالين الاتنين في نفس الوقت اليابانيين أنا من وجهة نظري نيسان متفوقة تفوق بفارق كبير جدا بينا وبين باقي المصنعين اليابانيين في حاجات كتير عندنا في مصر من أقوى المصانع اللي موجودة من وجهة نظري على الرغم إن ما زالت لسه في عربات كتير مفروض تطلع من عند المصنع ده بس حتى الآن أنا شايف مجهود كبير باين على الأقل شايفين الاكسترال في الوقت اللي تم الكشف عنها في العالم كله موجود عندنا في مصر كشكاي الفترة الجاية على أمل النهاردة ويمكن كان ليا سؤال مع واحد من رؤساء شركة نيسان العربية الأرية عربية فول إلكتريك بيعملوا تجاربهم الأكتر عشان تتماشى مع أسواق الخليج وأسواق أفريقيا أرجع للمصنع الصيني وزي ما قلت لحضراتكم خلال الاسبوع اللي جاي ده عندنا مجموعه من العربيات هيتم الكشف عنها وهنغطي مع حضراتكم طبعا اللحظات الاولى للكشف وهنشوف تسعيرات العربيات هتبقى عامله ازاي لكن العربيات اللي جايه في الفئه اللي هيتم الكشف عنها اغلبيتها عربيات في فئه الاس يو في فئه عربيات كبيره محركات الى حد ما مش كبيره قوي لكن اوبشنز فور ويل درايف هنتفرج عايز اتكلم بس كمان في موضوع قبل ما نروح على سويسرا ونتفرج كده على بنتلي كان من فترة اهتمام كبير جدا من المرور بالموتوسيكلات وتركيز على السلامة والأمان لسائقي الموتوسيكلات النهاردة أنا معرفش ليه الناس ما بقتش تلبس خوذة وهي سائق احنا مسيطر على الشارع عدد كبير جدا من الموتوسيكلات الصينيه اللي بتشتغل انا ما عنديش مشكله اشتغل دليفري اشتغل في الشحن كل ده بالعكس الراجل بيشتغل كل التحيه والتقدير على صحيح. بس انا خايف عليك انا عايزك تلبس خوذه النهارده الشركات بتاعت الدليفري المشهوره الكبيره بتاعت المطاعم او الأبليكيشنز اللي بتوصل هو انت ليه ما بتفرضش على السائقين بتوعك انه يلبس خوذه ويلبس جاكيت في شويه حمايه ليه؟ ليه ما بتحطش ارقام على الموتوسيكلات عشان لو في موتوسيكل مخالف يروح حد من الناس بعت لك يقول لك خلي بالك الموتوسيكل رقم 12 النهارده عمل مخالفه بهذا الشكل وادي الصوره اهي زي اتوبيسات المدارس لما كانت بتعمل كده زمان في نفس الوقت نفسي تاني من الاداره العامه للمرور كل التحيه والتقدير لرجال الاداره العامه للمرور عن المجهود الدائم اللي بيعملوه في شوارع مصر كلها محتاج حملات على الخوزة الخوزة لازم الناس ترجع تلبس خوزة تاني وهي موتوسيكل أنا عارف إن هيطلع واحد يقول لي يعني هي الدنيا آه آه ما أنا خايف على الراجل الشاب الصغير اللي بيشتغل ده أنا خايف عليه على فكرة أنا مش بقول له بغلس عليه خايف عليه ليه؟ لأن نضى تاني برضه أنا بحب أقول الجمل دي مش انا راجل قاعد في الاستوديو قاعد لا لا انا بركب موتوسيكلات وانتم عارفين وبتشوفوا بنطلع رايدز و... بس ما اقدرش اركب النهارده موتوسيكل غير لما لابس خوذه ولابس جاكيت واسوق بالسواقه الصح النهارده على كوبري اكتوبر وانت ماشي الحاره اليمين مستحيل انك تبقى المرايه هتروح والجنب هيروح لو زنقت سنه كده ليه عشان الموتوسيكلات اللي جايه من اليمين هو معتقد ان دي حاره مخصصه ليه تماما ويا ريت انه ملتزم بيها بس لا ده هوب وهوب تاتا بيبي بيبي بي بي بي, 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 بي بو بو. طول الوقت واقل لمسه يعني الموتوسيكل هو بياخد الغرزه وانت واقف انا ما عنديش حل انا واقف على كوبري اكتوبر واحنا انتوا عارفين ان احنا كوبري اكتوبر يعني خلاص ما عندكش حل انك تعرف توسعه يعني برضه لازم تبقى عشان في ناس طالعه اصلا تتكلم يقول لك كوبري اكتوبر ما حد يعني الكوبري ماشي وسط عمارات الحته اللي هي في غمرة وفرانسيس خلاص يعني زي في أي دولة في العالم تحافظ على شكل الحاجة اللي من زمان هتعمل ايه هتتوسع الكوبري ازاي ملاش حل فخلص وخلي بالك الحركة المرورية على كوبري اكتوبر اتحسنت كتير جدا عن زمان اتحسنت كتير جدا عن زمان يعني لسه قريب انا مجرب تفريعة جديدة بعد ما تخش 15 كنا زمان لو انت جاي من مصر الجديده ومدينه نصر وما والتجا... ما كانش بقى في تجمع زمان وعايز تروح على المهندسين او عايز تروح الزمالك او عايز تروح ميدان لبنان ما عندكش حل غير تاخد كوبري اكتوبر و كوبري 15 مايو وطبعا تيجي عند كوبري 15 مايو الوقفه الشهيره اللي ملهاش اي حاجه غير ان الميكروباصات بتقف نزلت الزمالك كده ولو انت مكمل الميكروباصات بتقف في الحته دي لازم يقف ويوقف الطريق كله الزياده عليها شويه اليومين دول ان بدات في باعه جائلين فيهم اطفال هو ده اللي بيرعبني فيهم اطفال واقفه في الحته دي والشارع ده جدا الكوبري ده جدا فبتبقى مرعوب وخلي بال حضراتكم جدا مهم الميكروباصات بتقف في الحته دي والموتوسيكلات بقى هوب 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 بعد ما تعدي الجزء ده على طول تلاقي اه تفريعة يمين تطلعك على نص المحور فتطلع بعيد عن زحمة ميدان لبنان تماما والجزء اللي فيه تكدس كبير جدا نتيجة أعمال صيانة أو أعمال آه بتتم في المكان ده أنا بس بطلب من أصحاب شركات الابليكيشنز اللي بتوصل أكل أرجوكوا افرض افرض على الموظفين بتوعك اللي بيوصلوا الدليفري ده خوذة وبطلب من حضرتك حاجة تانية حط رقم على رقم الموتوسيكلات بتاعتك عشان وانا ماشي ابقى شايف لو في مخالفه حصلت ابقى عارف ان هو انت حاطط اعلان على الموتوسيكل باسم محلك او باسم شركتك رقمه عشان يبقى معروف ان ده والله ده موتوسيكل كان سايقه تامر وبرجو من الاداره العامه للمرور محتاجين نركز تاني مع الناس اللي ما بتلبس حلمت. خوذة والهدف من ده مش المخالفة الهدف من ده أنا فعلا خايف على الشباب خايف على لا قدر الله لما بشوف وقعة واحد بموتوسيكل نتيجة السواقة اللي هي دي ما بتبقاش الوقعة بسيطة لكن لو أنت لابس جاكيت وهلمت طبعا ستر ربنا الأساس هيحافظ عليك شوية صدقني هتفرق كتير أنت نازل تشتغل انت اولى لو لا قدر الله الواقعة اللي, اللي انت هتقعها دي نتيجه السواقه دي او واحد يا عم واحد ما بيعرفش يسوق زي حالاتي وراح عامل لك كده وانت لابس شويه الحاجات دي لحد ما هتحافظ عليك مش هتقعد في بيتك حبة لحد ما تتعافى مش هتضيع رزقك واليومين ثلاثه بتوع الشغل وده ارجع تاني ما يبقاش الهدف منها ان انا خايف ان اللجنه هتقابلني عشان مش لابس خوذه انا عايزك انت الاساس يا جماعه الثقافه دي مش يعني مش عارف اقولها ازاي هي مش ثقافه اصلها انت مش خايف على نفسك ليه والله ما تقليلا ان انت لما تلبس خوذه وانت سائل الموتوسيكل انت كده انت سواق جامد جدا بس ده مش تقليل منك بالعكس انت كده بتحافظ على نفسك عشان خايف على اكل عيشك بس بس وربنا يا رب يستر على كل الناس خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل معلش انا كنت بس الموضوع ده مهتم بيه ولسه ههتم بيه اكتر عشان الهدف منه نحافظ على بعض مش اكتر من كده بعد الفاصل هنطير على سويسرا نتفرج على عربيه حلوه ان شاء الله تعجب حضراتكم وارجع لكم وجينا النهارده إلى سويسرا، واحدة من البلاد المختلفة الممتعة سواء في الطبيعة أو في الجو. جينا مع بنتلي عشان نجرب واحدة من أجدد العربيات، ومش بس كده، محرك جديد. في 2003 قررت بنتلي إنها تكشف عن الكونتيننتال جي تي، وظهر الجيل الأول، وحقق نجاح كبير جدًا على الرغم من التحديات اللي كانت موجودة معاها بنتلي في الوقت ده. بعدها في 2011 ظهر الجيل الثاني. اللي قدر ان يحفر اسم بنتلي كونتيننت جي تي بشكل كبير قوي وبدا يبقى ليه شعبيه مختلفه في عام 2018 ظهر الجيل الثالث اللي حقق مبيعات كبيره جدا وقدرت بنتلي على مشوارها الطويل في الثلاث اجيال انها تحقق ارقام كبيره جدا من المبيعات وحب لزبون جديد زي ما بنقول بيفكر في عربيه تتمتع بالرفاهيه الكبيره جدا وفي نفس الوقت اداء رياضي والمحرك ال w 12 اللي حقق نجاح كبير قوي في مدار السنين الطويله لكن النهارده هو الجيل الرابع جيل مختلف جديد بمحرك جديد وشكل مختلف محرك V8 Ultra Performance Hybrid Plug-in Hybrid محركين محرك بنزين ومحرك كهرباء V8 4000 سي سي عشان يخرج 771 حصان وتورك 1000 نيوتن متر بتقدر العربيه دي تتسارع من صفر ل100 في 3.2 ثانيه وزن العربيه دي قرب لل طن لكن بتقدر توصل لتوب سبيد 335 كيلو متر في الساعه مش بس كده العربيه تقدر تمشي بالمحرك الكهرباء اللي قوه البطاريه بتاعته حوالي 25 كيلو وات تقريبا اكتر من 80 كيلو تمشي العربيه فول الكتريك يعني تقدر تسوق العربيه دي طول الوقت جوه المدينه بسرعه متوسطة ومسافة 80 كيلو في نفس الوقت تقدر تتحول العربية في لحظة من اللحظات إلى المحرك الجميل العملاق البنتلي قالت على الرغم أن المحرك ده V8 لكن بيخرج قوة أكتر من اللي كانت موجودة في W12 771 حصان بيخرجوا من المحرك ده مش بس كده استعملت بنتلي تكنولوجي كبيرة جدا في العربية دي واهتمت بالتفاصيل الصغيرة على مدار سنين طويلة من أهمها الصوت اللي كلنا بنحبه وصوت الاجزاست اللي اتعودنا فيه في العربات الكونتيننت جي تي طول عمرها عشان كده نفس الاجزاست اللي موجود لكن بتقنيه مختلفه عشان كده تجربه النهارده هتبقى تجربه مختلفه وفريده مع بنتي في سويسرا اول انطباعاتنا واول ما هنتفرج على العربيه هتلاقي اختلافات وبدات الاختلافات تبان على مدار الثلاث اجيال اللي فاتت كان الاختلاف في وش العربيه الى حد ما ممكن تتلخبط بينهم شويه خصوصا ان كانت دايما بنتي بتهتم بالشكل اللي متعودين بيه الفانوسين المختلفين تماما او المفصلين تماما عن بعض والكريستلز اللي موجوده جوه لكن الجيل الرابع اختلف تماما واول حاجه بداوا يفكروا فيها انك وانت بتتفرج على العربيه دي دايما افتكر التايجر شكل التايجر من حيث مخالبه من حيث وشه ومن حيث كل شيء خصوصا القوه والاداء والثبات القوي اللي موجود في التايجر لما تيجي تبص على وش العربيه تلاقي الفانوس الامامي بالدي لايتس اللي بقت موجوده كل الفانوس جزء واحد وفي نفس الوقت الكريستلز اللي موجوده او شكل الدايموندز اللي موجوده اللي بتنعكس من الجزء اللي فوق ده على الجزء اللي تحت في نفس الوقت الجريل العملاقه الشهيره والاختلافات الاكثر من وجهه نظري في وش العربيه هو الفانوس الامامي الخطوط بتاعت العربيه بدات تبقى سموز اكتر ويمكن اهتموا في تصميم العربيه انسيابيتها بشكل كبير قوي عشان تحقق المعادله اللي دايما بنتلي بتهتم بيها وهي الراحه والهدوء في عربتها في نفس الوقت 771 حصان لما تيجي تبص على جنب العربية هتلاقي الجونت العملاق ال 22 بالتو تون وفي نفس الوقت لو بدأت تبص على تصميم الجونت ده هتتخيل جدا شكل الرجل بتاعة ومخالب التايجر جونت بمقاس 22 275 على 35 مع السيراميك بريكس العملاقة ومن أكتر الحاجات اللي بحبها في عربيات بنتلي إن دايما شايف البي إن دايما شايف البي موجودة في قدام فمهما العربية مشيت هيفضل اللوجو ثابت هنيجي نبص بعد كده على الجنب هتلاقي كلمه فيرست اديشن اللي موجوده ومعلش عشان انا كنت بجرب العربيه دي والانسيابيه اللي موجوده في جنب العربيه والجزء الجميل اللي بحبه في عربيه دايما في عربيات الكونتيننتال جي تي لسبيد وهو الجزء العملاق اللي, اللي تحس دايما بظهر العربيه القوي اللي موجود. اما بقى ظهر العربيه فالفانوس الشهير بتاع الكونتيننتال لكن بشكل كريستال اكتر وبطريقه الطف وفي نفس الوقت اختفى السبويلر اللي كنا متعودين عليه في ظهر العربيه ولو جيت تبص على الجيل الثالث هتلاقي السبويلر موجود في الجزء ده انه كان بيخرج من العربيه هنا اهتم كل الديزاينرز لبنتلي ان ما يبقاش فيه سبويلر لكن في نفس الوقت في جزء مسحوب في الشنطه عشان تخلي الداون فورس للعربيه مظبوط وتحقق المعادله الكامله الديفيوزر اللي ورا وكان دايما بنشوف ال W12 عشان نعرفه بالاكزوست الكبير هنا موجود الاكسوست وصوته ممتع الانتيريور ديزاين في العربيه الكونتيننتال دايما بيكون مختلف جدا ومتميز خصوصا في اختيار الخامات والوان الجلود اللي بتكون موجوده، وده دايما بنتلي بتهتم بيه في ادق ادق التفاصيل. نسخه الجي تي سي نسخه مميزه جدا، والتميز فيها في كل تفصيله، في اي جزء هتتفرج فيه على العربيه هتحس بالابداع، وهتحس في نفس الوقت الرفاهيه، واي مكان ايدك هتلمس فيه العربيه هتحس دايما بجوده الخامات، ومش بس كده، تحس دايما بالجوده العاليه، عشان كده لما قلت اتفرج معاكم على الانتيرير قلنا نتفرج على نسخة الجي تي سي عشان تشوف شكل الانتيرير سواء من التصميم اللي موجود امامك والسوفت تاتش وفي نفس الوقت بنتلي اهتمت انها ما تبعدش عن الهوية اللي اعتمدت عليها على مشوارها الطويل فدايما هتلاقي الزراير اللي موجودة اللي لسه بتشدها وتدوس عليها عشان تقفل فتحات التكييف وتفتحها تاني في نفس الوقت كمان الشاشه الجديده اللي موجوده عليها الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وفي نفس الوقت كل الانفوتيمنج سيستم الحديث السريع اللي تقدر تتحكم فيه في العربيه وفي نفس الوقت لو عايز ترجع لشكل اللي انت بتحبه بتاع زمان الممتع اللي اتعودت منه من بنتلي تلاقيه قدامك بهذا الشكل عن طريق ضغط زرار ويتحول قدامك للعدادات مع الكربون فايبر اللي موجود والإمبيانت لايتس اللي موجوده بشكل عظيم في العربيه البيانو بلاك وفي نفس الوقت كمان الالكنتاره اللي موجوده في عصايه الفتيس في التابلو في كراسي العربيه عشان تبقى موجوده وتقدر في نفس الوقت تختار الالوان بتاعه الخياطه والالوان بتاعه الجلود بينها وبين بعضها وما ان احنا راكبين نسخه الفيرست اديشن فهتلاقي كلمه فرست اديشن موجوده في الجزء ده على المخدع بتاع الكرسي سواء الامامي او الخلفي نسخه الجي تي سي فيها شويه تفاصيل حلوه من ضمن التفاصيل الحلوه اللي هنجربها كمان شويه انه وانت ماشي بالعربيه تقدر تفتح فتحه السقف وتقدر تمشي بيها بسهوله جدا حتى لو الجو ساعة. هتقدر تستعمل الويند ريفلكتور اللي بيبقى موجود بهذا الشكل وفي نفس الوقت الكراسي بتاعت العربيه هيتد والجزء العظيم ده ايه فكره الجزء ده؟ الجزء ده إنه تقدر ان تقدر يطلع لك هواء سخن على الجزء بتاع رقبتك وراسك مع التدفئه اللي موجوده في الكراسي فيحول لك الجزء ده تماما وانت فاتح السقف لجزء حرارته مقبوله جدا حتى لو انت سايق العربيه في درجه حراره او درجه بروده صفر. في نفس الوقت كمان تحسسك وانت قاعد جوه العربيه طول الوقت بالرفاهيه، طبعا ببان سوفت كلوز بتقر اول ما تشد الباب بتقفل لوحدها، في نفس الوقت كمان الكربون الألكنتارة اللي موجود في الستيرنج ويل وعلامه بنتلي الجميله وما تقدرش طبعا تنسى المفتاح الجميل اللي عليه علامة بنتلي وفي نفس الوقت الكفر اللي بيبقى موجود بلون الجزء الخاص بالانتيرير اللي في العربية وتقدر تختار كل التفاصيل دي وانت بتعمل اوردر العربية او بتبني العربية بتاعتك اعتقد محتاجين نطلع نجرب العربية بعد ما اتفرجنا عليها ببساطة كده تعالوا نطلع نسوق ونجرب النسختين النهاردة اللي هنسوقهم نسخة الجي تي والجي تي سي بدأت تجربة السواقة تجربة السواقة مختلفة جدا لأنك بتجرب محرك جديد جدا 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 من بنتلي لأول مرة بنتلي تقرر أنها تطلق المحرك ال V8 واحد من المحركات اللي من وجهة نظري هتعمل تغير كبير جدا في عائلة بنتلي كونتنتال جي تي سبيد واحدة من العربيات اللي ليها عشاق في كل مكان النسخة اللي احنا بنجربها نسخة قوية جدا محرك V8 لاجن هايبرد 4000 سي سي مع محرك كهرباء عشان تخرج ال771 حصان و1000 نيوتن متر عزم العربيه العربيه دي بتتسارع زي ما قلت لكم من 0 ل100 في 3.2 ثانيه على الرغم ان العربيه وزنها يكسر ال3 طن لكن هاندلنج مش طبيعي الادابتيف سسبنشن اللي اهتموا بتزويده في العربيه وان العربيه ذكيه بطريقه كبيره جدا انها تقدر توزع الباور بتاعها بشكل كبير جدا على الويلز مع الاول ويل درايف طبعا اللي موجودين فطول الوقت حاسس ان العربيه قويه وسريعه وخفيفه وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على بنتلي يعني الراحه والرفاهيه والعزل الصوتي التام اللي ممكن نكون مش هتحس بيه بسهوله في اي عربيه تانيه لسه بنجرب في اجمل مكان ممكن تتخيله واحنا موجودين في سويسرا وبصراحه من اكتر الحاجات اللي انت مستمتع فيها الطبيعه الحلوه والمكان الرائع اللي احنا موجودين فيه لسه بنجرب البنتلي الكونتيننتال الجي تي بس دلوقتي احنا بنجرب الجي تي سي الجي تي سي هي النسخه الكونفرتبل من العربيه وهنا كانت التحديات من بنتلي في العربيه دي في كذا حاجه اولا سرعه فتح السقف وقفله الحاجة الثانية عزل العربية لأن دي من أكثر الحاجات اللي بتميز عربيات بنتلي دائما العزل اللي موجود للعربية عشان تحقق المعادله دي كان مهم جدا استخدام كذا لاير من اللايرز عشان السقف يكون مقفول بطريقه مظبوطه وما يدخلش اي صوت ولا يعمل اي تيربلنس وانت سايق العربيه نفس الموتور اللي موجود هو الموتور V8 زي ما قلت لكم الموتور اللي بنتلي عملت تكنولوجيا جديده كبيره جدا بالمحرك ده ومن وجهه نظري واحد من المحركات اللي هتعمل طفره كبيره جدا في هذه الفئه من العربيات زي ما قلنا محرك بلاجن هايبريد V8 4000 سي سي بيخرج 771 حصان والعربيه دي التورك بتاعها 1000 نيوتن متر وبتتسارع من صفر ل 100 في 3.2 ثانيه مع ناقل حركه سبع سرعات. استخدموا الاكزوست سيستم او نظام الشكمانات بتاعه العربيه نفس اللي كان موجود في العربيه او المحركات او الاجيال اللي كان فيها الدبليو 12 المحرك الشهير اللي كان بيميز العربيه دي قوي. بعد ما جربت العربيه دي انا من وجهه نظري هيحصل لك اختلاف كبير جدا لانك واخد مطور اقل استهلاكا واقتصادياتا وانا عارف ان هيجي واحد يقول لي تامر اللي راح يشتري عربيه بنتلي مش هيفكر في استهلاك البنزين بس هيحطها في الاعتبار النهارده لما تاخد اداء اقوى من اداء الدبليو 12 وفي نفس الوقت العربيه قويه واستهلاكها اقل اكيد هيبقى بالنسبه لك احسن يمكن الاجواء بقت احسن دلوقتي الشمس طلعت اهي فاستنيت الوقت ده عشان نصور اكتر وتتفرجوا معايا على المناظر الطبيعيه الحلوه اللي موجودين فيها من الحاجات الحلوه اللي موجوده في العربيه هو نظام التعليق الادابتيف سسبنشن، العربيه طبعا اول ويل درايف واهتموا مهندسين بنتلي انهم يعملوا توزيع للتورك بتاع الموتور ده بشكل بشكل مظبوط جدا عشان تخلي العربيه دي طول الوقت انت حاسس انها ثابته في كل ملفاتها، ممتعه محققه المعادله الكبيره ما بين الثبات وفي نفس الوقت كمان البادي رول بتاع العربيه يكاد يكون معدوم، مش هتحس بيه تماما ودي من الحاجات اللي بتميز العربية دي قوي الحاجة كمان اللي من وجهة نظري كمان بتميزها على الرغم ان العربية كسرة اكتر من تقريبا حالي 3 طن ان العربية نشيطة كنت متوقع ان نسخة الجي تي سي تبقى أتقل وتبقى أدائها غير الكوب اللي انا حسيته العكس انا حسيت ان العربية الجي تي سي او النسخة الكونفرتبل أدائها اخف بكتير من النسخة الكوب وده احساس سواقه مش اكتر من كده يمكن جربنا العربيه النهارده في مجموعه كبيره جدا من الجبال والملفات الكتيره هاندلنج العربيه ممتاز ممتاز يعني مش محتاج ان انا اتكلم على بنتلي واقول لك قد ايه هم قدروا انهم يبذلوا مجهود كبير جدا وباين قوي في المحرك الجديد اللي من وجهه نظري هيعمل طفره كبيره قوي نظام الفرامل آه كاربون سيراميك فرامل قوية جدا ودي مهمة قوي مع محرك قوي بيخرج أكتر من 700 حصان وفي نفس الوقت كمان على عربية وزنها أقرب للثلاثة طن. الألوان اللي نزلت ألوان كتير مميزة ومختلفة يمكن أكتر لونين مميزين هو اللون اللي فيه أخضر شوية، اللون اللي هو الترينر جرين والجرافيتي جراي. دول اللونين اللي يعني يكاد يكون هما اللونين المميزين جدا وأكتر لونين مختلفين. احنا دلوقتي جوه مدينة في السواقة جوه المدينة سواقة ممتعة خصوصا لما تبقى راكب عربية شكلها حلو زي العربية دي وتبقى سايق بيها جوه مكان جميل زي ده من بجد تجربة قيادة العربية ممتعة جدا ممتعة مع الأجواء ومع الصورة اللي موجودة اللي حضراتكم من الحاجات برضو الحلوة اللي بنتي من الحاجات الحلوة اللي بنتي اهتمت بيها جدا انها ما تفقدش الحتة الجميلة بتاعتها العربيات دي ليها تراث كبير جدا وليها تاريخ كبير قوي وعشاق بنتلي بيهتم دايما بالعراقه وبالشكل اللي كانت موجوده في العربات عشان كده لو دوسنا على الزرار ده هترجع الشاشه الى الشكل القديم وشكل العدادات بتاعه بنتلي اللي اتعودنا عليها عشان تحدد لك الشمال منين وكل البيانات اللي انت محتاجها بنفس الثيم اللي كانت موجوده في الاجيال القديمه قبل كده في نفس الوقت عايز ترجع للتكنولوجي فهتروح بهذا الشكل للشاشه الحديثه اللي بنشتغل عليها ويتواصل عليها التليفون اندرويد او ابل كل ده ما اي مشكله خالص وفي نفس الوقت كمان العربيه موجوده. من ضمن الحاجات اللي زودوها في العربيه هو انظمه المساعده طول ما انت سايق. مش بس اللين كيب اسيست لا كمان النايت فيجن وتقدر العربيه تساعدك وتديك وورنينج في كل حاجه موجوده طول ما انت سايق عشان تحذرك لو في اي حاجه ظهرت قدامك على الطريق وتهتم دايما طول الوقت تحقق لك المعادله الكامله ما بين الراحه والرفاهيه وفي نفس الوقت تحقق لك المعادله اللي بنتلي دايما بتدور عليها اعتقد ده من اجمل الاماكن اللي انا جربت فيها عربيات واعتقد الصوره اللي حضراتكم شايفينها حوالينا دي من الصور الجميله الممتعه اللي مش هتشوفها بسهولة في أي مكان لكن بجد أنت مستمتع وأنت سائق العربية وأنت بتجرب في أجواء جميلة بهذه الشكل مع الكونفورتبل مع عربية من العربيات الجميلة البنتلي كونتيننتال جي تي سي رجعنا حضراتكم تاني ولسه مكملين حلقتنا يمكن الاسابيع اللي فاتت كان في اجتماع مهم جدا ما بين الحكومه المصريه والجهات المسؤوله ووكلاء السيارات والتجار ودراسه ايه اللي حصل في السوق اليومين اللي فاتوا هل العربات اللي دخلت دي كلها استيراد شخصي ولا التوكيلات منها دي بعض الشركات النهارده اكتشفنا ان عنده الحصة الاكبر بكتير الاستيراد الشخصي اللي بيتم منه في طريقة مظبوطة وحق كل مواطن وفي طريقة تانية اللي هي هي مظبوطة لكن يعني محتاجة تتعمل بطريقة آلية في الآخر لازم يبقى فيه شكل مظبوط لدخول العربيه ومواصفه العربيه ده اللي فارق معايا استورد اللي انت عايزه بس المهم استورد العربيه اللي تنفع للسوق بتاعك وفي نفس الوقت كمان تتناسب مع الصيانات تعرف ازاي الشركه اللي موجوده تصلحها او اي حد يصلحها خصوصا ان احنا الفتره اللي جايه محتاجين نعمل اقتصاديات لنا في استهلاكنا للوقود وده من الحاجات اللي احنا محضرين لحضراتكم مفاجاه ان شاء الله تعجبكم. في شويه حاجات وانت سايق تاخد بالك منها عشان احنا دلوقتي عايزين نقلل استهلاكنا للوقود على قد ما نقدر. عشان الارقام بتاعه التفويله اللي بتتغير. النهارده كنت بتفاول برقم وقود زاد عايز اقلل استهلاكي للوقود عشان اقلل مصاريف على قد ما اقدر بتاعه اه تشغيل العربيه. فمهم جدا العربات اللي داخله دي تبقى داخله بطريقه مظبوطه تتناسب مع اليات تشغيلها في السوق ما تجيبش النهارده عربيه موصفه لسوق اوروبي ولا سوق خليجي دخولها ما عنديش ازمه لكن النهارده انت مش عارف تصينها انت النهارده مش عارف الموتور ده ليه قطع غيار ولا لا وفي نفس الوقت لازم برضو يبقى في تنسيق ما بين الوكلاء والتجار ما تبقاش النهارده النهارده احنا بنتفرج على عربيه موجوده في السوق وبعدها باربع خمس شهور وكيل يطلع يتكلم عنها وبعد ما يطلع يقول انا منزل العربيه دي يطلع يقول لك لا والله اصل انا العربيه اللي نزلتها دي هي دي المظبوطه الثانيه دي مش بتاعتي اي ما عليها نفس العلامه على فكره اه بس مش جايه ليا خلي بالك الاصعب انك لما بترجع للشركه الام يقول لك اه ابعت لي العربيه من السوق اللي انت اشتريته منها بعض العلامات النهارده طالبه إن العربية ترجع للسوق اللي اتباعت فيه. أنا مش بخوفك بس برضو بنقلك لك الصورة لأن في ناس يجي يبيع لك عايز يبيع لك وخلاص. فكان في اجتماع لبداية التعاون بين كل القطاع مع بعضه ومع الدولة. ويبقى الموضوع إيه يا جماعة مشاكلكم؟ طب إيه الأسباب اللي حصل فيها الكلام ده كله؟ طب انتوا شايفين وكان في نقاش أنا شايف إن هو بصراحة خطوة ايجابية لحل لحل الازمة اللي بيمر بيها السوق بتاعنا سوق العربيات حاليا. خلي بالك السوق الازمة اللي مقابلة السوق من وجهة نظري الكبيرة هو السعر. مش بس ان العربيات، لا في عربيات في السوق على فكرة. بس السعر هو اللي فارق معاك. النهارده الارقام بتتغير بسرعة جدا فما بقتش قادر انك تقدر تعمل الابجريد او نقلة التغير اللي بتحصل. كان شايف ناس على السوشيال ميديا كان يجي يقول والله يعني هو ده وقت عربيات اه بس هو في نفس الوقت ما ينفعش تيجي للشركه الام بره تقول له لا والله انا مش عايز عربيات دلوقتي الناس قالت مش محتاجه لا انت لا تقول له اه مش انا بعمل عربيات عربيه جديده بعت ما بعتش دي مش قصه بس على الاقل انت مواكب اللي بيحصل في العالم كله ما ينفعش تقف وبرضو احنا كتير تستقلش بعددنا احنا برضو ما شاء الله عددنا كبير في حد عنده امكانيات في حد ما عندوش امكانيات في حد متاح ليه الفرصه دلوقتي في حد لسه بيحضر نفسه الاولويات دلوقتي مهمه جدا انك تبدا تحطها في حياتك عشان دايما جملتي الشهيره اللي بقالها سنين بقولها وبنبسط لما اقابل واحد يجي يقول لي والله تصدق كان عندك حق لما قلت لي حافظ على العربيه عشان طول ما انت محافظ على عربيتك انت بتعلي قيمتها فانت النهارده العربيه غليت ما عربيتك بتغلى عربيتك مش محافظ عليها فسعرها بينزل فكل ما انت هتحافظ على العربيه تديك فرصه ان انت تقعد تكمل بيها شويه النهارده العربيه مش مش وسيله ترفيه حاجه اساسيه اليومين الجايين زي ما قلت لحضراتكم عندنا مجموعه من العربيات الجديده بيتم الكشف عنها هنكون موجودين ونعرف ايه اللي بيتم اه من المصنع الصيني في السوق المصري المنافسه هتبقى قويه بين الوكلاء النهارده هنشوف عربات مختلفه افضل العروض بالنسبة لك اقعد اتفرج شوف عندك الفرصة خد قرارك بشكل مظبوط تأكد ان العربية جاية بقطع غيار مظبوطة وكيل قوي بيقدم عربية مظبوطة تتناسب مع السوق تتناسب مع احتياجاتك نبدأ نفكر طريقة شرانة للعربية ولا ما أقدرش شركة بغير عربية كبيرة حاج طب انتوا اسرة كام شهر احنا ثلاثة والله طب حاج جايب عربية كبيرة ليه انت عايز اقلل بنزين عايز اقلل استهلاك فابدا حط المعايير بتاعه اختيار العربيه بالشكل المظبوط خلي حضراتكم دايما متابعينا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك برنامج دوز بنزين مع تامر بشير وعلى مدار الاسبوع بنكون موجودين معاكم على الانستجرام بالستوريز تامر بشير تقدروا تخشوا على هذا الاكونت بنغطي حضراتكم كل الاحداث اللي بنكون موجودين فيها طول الاسبوع وطبعا كل فقرات البرنامج موجوده على صفحه قناه النهار وكمان موجوده على اكونت قناه النهار على الانستجرام يا رب حلقة النهارده تكون عجبت حضراتكم استنونا الحلقة اللي جاية وعندنا تجارب كتير وعندنا مفاجآت كتير خليكم دايما معانا